أهلا بكم مشاهدينا أعزاء، هذه هي الفقرة الأخيرة في سهرة الليلة، نخصصها حول المؤتمر الذي عقده حزب البناء والتنمية اليوم وأطلق خلاله مبادرة وطن واحد وعيش مشترك. وقد أعلن الحزب أن هذه المبادرة تأتي من أجل تقوية النسيج الوطني والحفاظ على العلاقات القوية بين جميع طوائف المجتمع المصري مسلميه وأقباطه. من جانبه قال الدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية إن مبادرة الحزب تأتي لحل المشاكل بين المسلمين والأقباط وتهدف تخفيف التوتر بين طوائف الشعب، لأن البعض يحاول افتعال الأزمات للوقيعة بين طوائف الشعب على حد وصفه. وأيضا قال الدكتور الزمر سنعلن من اليوم تشكيل لجان استماع للإخوة المسيحيين للتعرف على مشكلاتهم عن جدوى هذه المبادرة وفرص نجاحها. وأيضا نحن في هذه الفقرة سنلتقي في هذا الحوار حول تلك المبادرة وحول هذا المؤتمر مع ضيوفي في الاستوديو الأستاذ هشام جعفر الكاتب والباحث في الشؤون السياسية. أستاذ هشام أهلا بك معنا. كما أرحب بالدكتور صفوت عبد الغني رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية. دكتور صفوت أهلا بك. أهلا وسهلا. وأخيرا وليس أخيرا الكاتب الصحفي الأستاذ سليمان شفيق. أستاذ سليمان أهلا بك معنا. أهلا بك. طب أبدأ بالدكتور صفوت الأول عشان يشرح لنا المبادرة في يعني محددات ومحاور الأهداف والمحاور والأساليب أيضا والآليات التي ستتبع في هذه المبادرة، ولكن قبل أن نبدأ النقاش نتابع جانبا من مؤتمر البناء والتنمية الذي عقد اليوم، نعود بعده لبدء الحوار مباشرة. أريد في البداية أن أطلعكم على أهم العناصر هذه الفكرة كمقدمة لإخواني لكي يتناولوها معكم بالتفصيل. الفكرة هي بعنوان وطن واحد وعيش ومستقبل مشترك. في إطار سعي الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية مع جموع الشعب المصري لتحقيق حلم الوطن الآمن المتقدم المستقر، فإن لدى الجماعة والحزب قناعات جازمة بأن حلم الوطن لن يتحقق إلا من خلال الحفاظ على النسيج الوطني ووحدة الصف، وهذا المجتمع الذي ننشده لابد أن يقوم على التعايش السلمي الآمن بين أفراده من جميع الأجناس والألوان والأديان، ويقوم على احترام الآخر وتقديره في إطار الخصوصيات الدينية والعقائدية لكل أبنائه، وأن هذا المجتمع يكفل لكل أبنائه على تنوعهم واختلاف معتقداتهم الحياة الآمنة المستقرة والحقوق الكاملة. وترى الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي أن هناك عوامل كثيرة تدفعها اليوم قبل الغد لإطلاق هذه المبادرة، ويأتي في مقدمة هذه العوامل أولا العامل الديني، فالإسلام يدعو إلى التعاون على البر والتقوى، والمسيحية تدعو إلى المحبة والتواصل. ثانيا الثورة ومكتسباتها، فقد أرست ثورة 25 يناير مفاهيم جديدة عن الوحدة والعمل المشترك بعدما أزالت الاستبداد وكشفت الوجه القبيح للنظام الذي كان يستمد وجوده من اختلاق المشاكل الطائفية وتوظيفها في صالح بقائه. ثالثا رصيد الخبرة والتجربة، فهناك خبرات وتجارب استقرت لدى جموع المسلمين والمسيحيين أن التقاطع والتدابر ليس من مصلحة أحد، فلا يمكن إقامة وطن وبناء مستقبل بإقصاء الآخر أو باستبعاده. رابعا المستقبل المشترك، فالمسلمون والمسيحيون يحلمون بالمستقبل المشرك، ولن يكون ذلك إلا بالتكاتف والتآزر. كل هذه العوامل مع غيرها كانت سببا لإطلاق مبادرتنا، ولن يتحقق الحلم إلا من خلال فتح قنوات التواصل ومد جسور الحوار وبناء مشتركات وتكوين رؤى متقاربة حول المشاكل التي يعاني منها شركاء الوطن المسيحيون، عبر لجان استماع وتواصل مع العديد من مراكز التأثير في الشأن المسيحي وعلى رأسها الكنائس المصرية، رجال الفكر والثقافة، ائتلافات الشباب القبطية، رجال الأعمال المسيحيين، أقباط المهجر
وجميع المهتمين بالشأن القبطي من مسلمين ومسيحيين أفرادا ومؤسسات، ومن ثم الوصول إلى آليات مشتركة للحلول والعلاج، وفي إطار سعي الحزب والجماعة نحو العيش المشترك في الوطن الواحد، فإنهما يأملان أن تنجح هذه المبادرة من أجل النهوض بالوطن، بل وتطمع الجماعة وحزب البناء والتنمية في أكثر من العيش المشترك من خلال المشاركة في صناعة المستقبل وبناء هذا الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن الحوار حول المبادرة التي تقدم بها حزب البناء والتنمية في مؤتمره الذي عقده الأربعاء حول أو بعنوان وطن واحد عيش مشترك. ضيوفي في الاستوديو الأستاذ هشام جعفر، الدكتور صفوت عبد الغني، الأستاذ سليمان شفيق. أبدأ بالدكتور صفوت عبد الغني، شرح عام ومحددات ومحاور لهذه المبادرة. بسم الله الرحمن الرحيم. باختصار شديد طبعا، الهدف العام من هذه المبادرة هو الحفاظ على الوطن حقيقة، يعني لأن احنا بنعتقد أن أخطر يعني قضية يمكن أن تفتت الوطن وتقسمه وهي قضية أمن قومي، فعلا هي القضية الطائفية أو المسألة الطائفية. فلا بد، ونحن نسعى إلى تأسيس دولة أو بناء دولة وطنية حديثة، لابد فعلا أن تراعى هذه المسألة، لأن المسألة الطائفية خدت بعد يعني كبير، مش عايز أقول في الأيام السابقة فقط، هي كان لها بعد كبير منذ السبعينات يعني، وتطورت في عهد أنور السادات ثم في عهد مبارك آخرها حادثة القديسين وكذا. فنظرتنا احنا في الحزب والجماعة أن هذه القضية قضية في منتهى الخطورة، تمثل يعني قضية أمن قومي بكل ما تعنيه الكلمة فعلا من معاني. فأردنا حفاظا على الوطن، حفاظا على المجتمع، حفاظا على الناس. طيب آليات المبادرة ايه يا دكتور؟ احنا بنطرح الهدف العام الحفاظ على الوطن. الآليات يعني بلا شك الهدف الأساسي فيها هو إيجاد خط التواصل المباشر بين كافة القوى المجتمعية مع كافة المؤسسات القبطية. حقيقة اللي احنا بنشوف صراع يعني مجتمعي داخلي، بمعنى الأحداث الطائفية، وأنا قلت الكلام ده أكثر من مرة، الأحداث الطائفية عادة ما تكون في النجوع والقرى في المناطق التي يكثر فيها الجهل بالدين، سواء الدين الإسلامي أو الدين المسيحي، يكثر فيها التعصب بشكل كبير جدا جدا. فده جزء من المسألة اللي هو تحت الأرض زي ما بيقولوا، والجزء الآخر هو يعني محاولة من الإرضاء يعني من فوق الدولة. سنتحدث في ذلك. هل معكم شركاء في هذه المبادرة؟ هل نسقتم مع قوى أحزاب تيارات إسلامية، مع الكنائس الثلاثة، مع جهات قبطية أو مسيحية قبل الإعلان عن هذه المبادرة؟ هو بلا شك هو الخط موصول يعني دائما مع الكنائس على مختلف المحافظات، محافظات مصر لا سيما محافظات يعني الصعيد، وإن كان الخط يعني لم يصل بعد أو حتى اليوم إلى أن يكون على مستوى مركزي بين الحزب والجماعة كمركز وبين الكنيسة والمؤسسات القبطية المركزية. احنا تواصلاتنا كبيرة جدا جدا، ويمكن اخواننا الاقباط لا سيما في صعيد مصر، عندما تحدث مشكلة طائفية او حتى مشكلة لم ترقى يعني ان تكون مسألة طائفية، عادة بيلجأ اخواننا الاقباط الى الجماعة والى حزب البناء والتنمية، لا سيما في اسيوط، في صوهاج، في انا، في المنيا، في الفيوم وهكذا. فالتواصل موجود حقيقة على المستوى المحلي، مستوى المحافظات والمحليات المختلفة في القرى والنجوع والمراكز وغيره. ده في العادي، لكن يعني في يعني هو تواصل ما زال ده هو في امور وازمات معينة، هو لحظي وموسمي ووقتي. لكن في هذه المبادرة هل اتفقتم اتفاقا رسميا أو يعني شبه رسمي مع أي طرف من الأطراف السياسية أو القبطية؟ لا، بشكل رسمي لا، حتى الآن لا، وإنما بشكل تشاوري، يعني تشاورنا فعلا طبعا قبل المبادرة، تشاورنا مع العديد من الهيئات والمؤسسات. ويعني يسعدني جدا أن أنا أقول أن في أطراف متجاوبة كتيرة جدا جدا، وأطراف ما زالت متخوفة أو متحفظة. أعتقد مع الوقت إن شاء الله سوف يعني يكون هناك تواصل جيد بالشكل. طيب أستاذ سليمان شفيق،
يعني البعض ينظر إلى هذه المبادرات أن هي غير واقعية وأن هي مثالية تتحدث بعيد عن الواقع، وأن بينها وبين الواقع فجوة كبيرة. وكان هناك مبادرات سابقة زي مثلا بيت العيلة للأزهر، وكان هناك مبادرات سياسية، وفي بعض المحافظات قام بعض الأحزاب بمثل هذه المبادرات. ما الذي من وجهة نظرك يجعل هذه المبادرة تختلف عن سابقاتها؟ أولا أنا بشكر جدا أشقائنا في الجماعة الإسلامية أو في حزب البناء والتنمية لأن طرحهم هذه المبادرة في ذلك في الوقت ده بالذات. وأنا كنت مع الأستاذ هشام في مبادرة أخرى مع صديقنا سمير مرقص، هو إحساس حقيقي بأن في أزمة مجتمعية وأزمة دولة. كمان بشكرهم لأن كمان طرح المبادرة في هذا التوقيت بالذات هو آخر محاولة لإنقاذ المشروع الإسلامي من إحساس الأقباط بالخصومة مع التنظيمات الإسلامية. يعني نتكلم بأمانة، وأنا اتعودت في حضور يعني حد في وزن الأستاذ هشام أو في وزن صديقي الدكتور صفوت نتكلم بصراحة، لأن هذا الجرح مش هيتلم بالطريقة التقليدية. أيضا الجماعة الإسلامية عندها ميزة، حينما استخدموا العنف استخدموه على رؤوس الأشهاد وطرحوا خطاب عنيف جدا، حينما تراجعوا بذات المصداقية. وأنا بعتقد أن كان موقفهم من الأقباط طوال الفترة السابقة حتى فترة استخدامهم للعنف لم يكن يستهدفون الأقباط كأقباط، لكن كانوا أحيانا يستهدفوا السياحة أو الأقباط كنوع من تقويض الدولة أو الخصومة مع الدولة. وبناء عليه لابد لما احنا نيجي نتكلم عن هذه المبادرة نتكلم عنها بجدية، بجدية هؤلاء الناس اللي دفعوا ظهرة شبابهم في السجون والمعتقلات. وعشان كده هذه الجدية عشان ترتبط بالبنية التحتية للمجتمع المصري لابد لأشقائنا في الجماعة الإسلامية وزراعها السياسي أن يطرحوا فقه جديد مختلف عن الفقه الحالي. نمرة اثنين، أني من الملاحظ أن مشكلة الأقباط ليست مشكلة لا مع الإسلام ولا مع القرآن ولا مع السنة ولا مع المسلمين، لكن مشكلة مع خطابات إسلامية من بعض الإسلاميين تجعل حتى الفصيل الواحد لا يحمل خطابا واحدا نقيا تجاه هؤلاء البشر الذين يعيشون معهم. هضرب مثال أخير، يعني ما ينفعش مثلا، أوكي الناس عارفة كويس جدا أن في خلاف عقيدي حوالين عقيدة القيامة عند المسيحيين، لكن ظل المسيحيين والمسلمين مع بعض 14 قرن يعني عايشين ومتعايشين. لما يأتي قادة لهم وزنهم في الحركة الإسلامية، أنا ما بكلمش عن الناس البساط، يعني أنا بكلم عن الناس اللي ليهم الوزن بتاعهم، ويبتدوا يتكلموا في موضوع أنا رأيي لا محل له من الإعراب، ده يدي تخوف. الجانب الثاني المهم، لما يجي قادة من أشقائنا في جماعة الإخوان المسلمين وفي حزب الحرية والعدالة علنا جهارا نهارا ناس لهم وزنهم يتهموا الأقباط بالحق وبالباطل، الآن أخشى أن تكون مبادرة الجماعة الإسلامية التي أمد ذراعي لها ينطبق عليها بيت الشعر القائل أظن الفرزدق ساعة ساعيا غيظ ابن مرة بعدما تبدل ما بين العشيرة من دم. الآن في خصومة حقيقية مفتعلة من قادة حقيقيين في تنظيم الإخوان المسلمين وتنظيم الحرية والعدالة مع كامل احترامه لهم، هذا وضع حاجز. هذا الحاجز لو مد الدكتور صفوت أستاذ هشام وآخرين يدهم من أجل تنقيته، ده مش محتاج مؤتمر صحفي، ده محتاج جهد وفي دم، ولازم يحصل مراجعات على صعيد الفقه، ولازم يحصل اعتذار حقيقي وطمأنة حقيقية للأقباط. لعشرين سنة فاتت لم يروا الأقباط وجه، مش عايز أقول شكله إيه، إلا في السنتين الأخرانيتين. لذلك من حق الأقباط البسطاء أن يربطوا بين الإسلام السياسي والتخوفات، من حقهم أنهم يربطوا ما بين الثورة وده مش صحيح وبين اللي بيحصل، لأن لم يحدث في تاريخ مصر في ظل عنفوان حتى الجماعة الإسلامية وإحنا كنا أصدقاء بنعيد على بعض، فما يجيش حد دلوقتي له وزنه في تنظيم يحكم ويقول ما تسلموش على بعض. طيب الدكتور هشام جعفر، دكتور هشام يعني
ما زال البعض بينظر إلى هذه المبادرات وهذه المحاولات للتقريب بين المسيحيين والمسلمين هي مبادرات مثالية غير واقعية. أيضا هناك من يقول لماذا هذه المبادرات، إحنا كلنا عايشين أساسا مع بعض، هذه مبادرات ليس لها هدف لأن إحنا نسيج واحد مش محتاجين هذه المبادرات، وهذا أيضا يراه البعض أنه كلام غير واقعي. كمان في حاجة مهمة جدا، وهي لماذا برغم الرسائل التي يرسلها التيار الإسلامي سواء الجامعة الإسلامية أو الإخوة المسلمين أو السلفيين من أول الاستفتاء لحد مرورا بالدستور لحد النهاردة، رسائل طمأنة إلى المسيحيين لكنها غير مجدية. طب انت حضرتك تسمح لي بدقيقتين ثلاثه؟ لا كله زياده شويه. لا اتفضل. يعني زياده شويه، لانه انا متخيل، بس لازم احط الموضوع الحقيقه اطار العلاقات الاسلاميه المسيحيه الحقيقه وخاصه بعد الثوره، في من وجهه نظري في اربعه مازق واربعه فرص. يعني هناك اربع مازق بتحكم العلاقات الاسلاميه المسيحيه واربع فرص. المازق الاول هو متعلق بوضعيه الاسلاميين وخاصه في الحكم، اذا اتكلمنا على جماعه الاخوان المسلمين في الحكم، فأتصور أن هم بيعانوا من إشكالية الانتقال من المجتمع إلى السلطة، وبالتالي في هذا الملف ليس هناك وضوح كافي للرؤية للتعامل مع هذا الملف، معرفة بالخرائط التفصيلية المتعلقة أيضا بهذا الملف وكيف يمكن الاقتراب منه. في اضطراب زي ما أشار الدكتور سليمان شفيق، الأستاذ الدكتور شفيق، حول مسألة اضطراب فيما يتعلق بالفقه والخطابات المتعلقة النظرية المتعلقة بهذا الأمر. ده مأزق أول. المأزق الثاني هو مرتبط بالكنيسة وأيضا بالمسيحيين. مأزق الكنيسة من وجهة نظري طبعا بعد البابا شنودة، هي أنه هي كانت بتعمل في إطار أطروحة أساسية حكمت العلاقة، هي ما يمكن أن نطلق عليه حماية النظام التسلطي أو السلطة السياسية لنظام مبارك للمسيحيين. هذه كانت الأطروحة الأساسية، وكان هناك تخويف دائم ومستمر من النظام تجاه الإسلاميين جميعا. يعني وكانت مبادرات، هناك مبادرات كثيرة طرحت، لكن كان النظام بيحول دون شكل من أشكال التمدد في هذا الأمر. فبالتالي الكنيسة وخاصة بعد البابا شنودة بتعاني أو في مأزق آخر متعلق بمثل هذا الأمر، أن الأطروحة الأساسية المتعلقة بأنه السلطة السياسية هي التي تحمي، السلطة المستبدة هي التي تحمي، ودي مش على فكرة في مصر بس، موجودة في سوريا وموجودة في الشرق العربي كله فيما يتعلق بالمسيحيين. هذه الأطروحة سقطت، بالإضافة للعداء أو إن صح التعبير التخويف من الإسلاميين، الإسلاميين أصبحوا في الحكم الآن ومضطر أنه يتعامل معه. فهذا مأزق ثاني. المأزق الثالث اللي يمكن أشار إليه أيضا أستاذ شفيق بسرعة، اللي هو مأزق ما يمكن أن أطلق عليه الاستقطابات السياسية القائمة، لأنه أخطر شيء يمكن أن يحدث هو أن هذا الملف يتم توظيفه في إطار الصراع السياسي القائم. هذا خطر 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 نحذر منه بعض الأطراف، طرفين يعني الحقيقة، يعني مثلا ما يطلع بعض التصريحات حول وجود المسيحيين أمام الاتحادية، هذا خطر. وايضا بعض اطراف جبهه المعارضه قد تستخدم هذا الملف في اطار الصراع السياسي مع الاخوان. فهذا أيضا. المأزق الرابع اللي اتصور انه مهم جدا هو مأزق الاحتقان المجتمعي. بعد ثوره كان فيها ثوره توقعات متزايده، في حاله من حالات الاحباطات، في مشاكل تنمويه، مشاكل اقتصاديه، في ازمه مجتمعيه متصاعده، كل ده بيترك تاثيره على الملف. دي المأزق الاربع انا بأشير اليها بسرعه عشان الوقت. لكن ايضا الفرص الاربع المتاحه هي فرص ايضا بتساند هذا الامر، ويجب ان ندرك هذه المبادره في اطارها. الفرص الاربع، الفرصه الاولى اتصور اللي هي فرصه ان الاسلاميين يدركون بشكل عملي انه هذا الملف خطر، زي ما اشار الدكتور صفوت في كلام، هذا الملف خطر جدا، وبالتالي ليس من مصلحتهم بشكل عملي جدا، وهنا اهميه هذه المبادره انها بتطرح مداخل عمليه وليست مداخل نظريه متعلقه بقى بكلام ايديولوجي او شيء من هذا القبيل، انه هذا الملف خطر ويجب ان نتعامل معه، وليس من مصلحه الاسلاميين باي حال من الاحوال بكافه فصائلهم او الاساسيه فيها ان هذا الملف يشتعل. ففي فرصه لمدخل عملي لو تم استثماره بشكل او باخر. الفرصه الاخرى اللي تصور انها مهمه امام الكنيسه، انه بعد سقوط اطروحه ما يمكن ان نطلق عليه حمايه النظام التسلطي لهم، اصبحت الاطروحه المطروحه الان هي الحمايه المجتمعيه. يعني لا، هم الآن في إدراك أتصور أنه متصاعد ومهم جدا حول فكرة أن السبيل الحماية ليس هو النظام التسلطي، لأن احنا ما عندناش أصبح عندنا دولة ولا سلطة تستطيع أن تحمي. سبيل الحماية هو حماية المجتمعية المتسعة، ودي أيضا تمثل فرصة ويرتبط بها ما يمكن أن نطلق عليه
يعني ان صح التعبير اطروحه اتساع المجال العام، ان المسيحيين اصبحوا موجودين الان باعتبارهم مواطنين يعملوا في المجال العام، ده بعد الثوره الثالثه. فده جزء. الفرصه الثالثه او الفرصه الثالثه انه الملف لم يعد ملفا امنيا بامتياز، خلاص تروح الأمنية سقطت، لأنه هذا الملف كان سابقاً ملف أمني لا تستطيع أن تقترب منه ولا تتعامل معه. يعني الجماعة الإسلامية كانت تقدر تعمل المبادرة دي في ظل نظام مبارك، كان ستجابه بقوة، يمكن يحكي الدكتور صفوت حول المجابهة الشديدة، رغم أنه قدموا حتى بعض الأطروحات الفكرية المهمة بهذا الأمر، لكن تم المجابهة الشديدة فعلاً. فدي الفرصة أنه لم يعد ملف أمني. أخيراً أتصور أنه أيضاً من ضمن الفرص المهمة انه جميع التابوهات، جميع القضايا المحرمه سقطت، واصبح محتاجين ان احنا نتناقش حول هذه الموضوعات بحريه وبجديه وبصراحه زي ما اشار الاستاذ سامي. هذه هي الفرص الاربع والمآزق الاربع التي يتحرك عليها هذا الملف. وانا اديتك ادراكي كامله كده تمام. دقيقه اخيره، يعني اتصور انه اهميه المبادره معايا تليفون بس هنخلي النقطه دي اللي بعد كده. معانا مآزق اربعه وفرص اربعه يتحدث عنها الاستاذ سليمان والدكتور صفوت عبد الغني، بس معايا تليفون الان الدكتور عصمت الصاوي المسؤول عن لجان الاستماع التي تضمنتها هذه المبادره. دكتور عصمت اهلا بيك معانا، احنا طولنا عليك، معذره دكتور عصمت الصاوي، سنتواصل معك لاحقا، كنا عايزين بس نسمع الفرص الاربعه على بعض والمآزق الاربعه. دكتور صفوت، يعني الفرص الاربعه والمآزق الاربعه اعتقد لا يمكن فصلهم عن بعض في سياق ما ذكره الدكتور هشام. رأي حضرتك ايه وتعليقك على هذه الفرص والمآزق؟ لا، هو الكلام اللي بيقوله الدكتور هشام طبعا امر يعني واقعي جدا، ولا بد ان يوضع فيه يعني الاعتبار لدى الإسلاميين ولدى الكنيسة أيضا، إن فعلا انتهى عصر الاستبداد الذي كان يدعي أنه يحمي، وهو يعني في الحقيقة كان يعني يشعل هذا الملف بشكل كبير. انتهى هذا، وأصبحنا نعيش معا من أجل أن تولد دولة قوية وطنية جديدة. فبالتالي أصبح الكنيسة والإسلاميون أيضا لابد فعلا أن يرعوا هذه المسألة. ولذلك أنا يعني مهم جدا جدا أن أنا أقول الاثنين، سواء الكنيسة والإسلاميين، عليهم دور كبير جدا 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 في حل هذا الملف. والكلام ده يمكن أنا قلته يعني أثناء جلسة عامة في مجلس الشورى. مش عايزين نغفل أن أغلب الحوادث الطائفية كلها تأتي من عوام المسلمين وعوام المسيحيين، زي ما قال الدكتور سليمان أن عمر الأقباط ما استهدفوا من أجل الدين. يعني الصراع ليس صراع عقائدي، طبعا الكل يعرف أن هناك خلاف عقائدي مثلا، مشكلة اجتماعية، ولد وبنت بنت تتجوز تسلم عشان تتجوز مسيحي مسلم، أو بناء كنيسة خارج إطار يعني التصريحات الرسمية الخاصة بالدولة وكذا، أو بالضيافة يبنى مش عارف. بس أستاذ سليمان اتكلم في نقطة هامة جدا يا دكتور. نعم. إيه هي؟ أن المبادرة في يعني في سياق كلامه ذكر أن المبادرة لابد أن تكون منهجية، بمعنى مش هناخد الموضوع من الأطراف، لابد أن يكون في تكامل في الرؤية، في استراتيجية في التنفيذ، لازم نبص لي ننظر إلى مناهج الدراسية، لازم نشوف التصريحات الفردية اللي ممكن تفسد يعني هذه البيئة اللي حضرتك بتطالب بيها المشتركة بين الأزهر وبين الكنيسة أو بين العلماء المسلمين وبين رجال الكنيسة. كل هذا كيف تعالجه المبادرة؟ لا يعني احنا النهارده ذكر مثلا الاستاذ سليمان موضوع ان حد من حزب الحريه والعداله اتكلم عن تحريم تهنئه الاقباط، في حد تاني اتكلم عن مفتي الجماعه، لا معلش يعني انا بدون تحديد اسماء، واحد تاني اتكلم عن الاستاذ عاصم عبد الماجد وتصريحه مثلا. لا، في فرق كبير جدا بين الشيخ عبد الرحمن عبد البر، فضيله الشيخ عبد الرحمن عبد البر هو اصله كان له تفسير، وبين اخونا عبد الماجد اللي هو راجل درس الفقه، هو الدكتور البر ذكر هناك تفسير في الموضوع، بلاش ندخل فيه، زنق دلوقتي يعني. لا، هو قال ان كلامه فهم خطا وكان له تفسير. لا هو نفى بشكل قاطع. انا لم احرم تهنئة الاقباط، ونفى نفي كامل وقال الكلام ده لم يصدر عنه، بس عشان نبقى يعني صادقين ان فعلا لم يعني يصرح الدكتور عبد الرحمن البر انه ما نسب اليه صحيح.
اخونا اصبح يخرج من السياق لان هو يعني لم يتحدث عن قضيه القضيه القبطيه نهائي ولم يتحدث عن الاقباط. لا لا خالص ده اتكلم عن دعم الرئاسه بانه يعني سيدافع او كده او حاجه زي كده. لا موضوع تاني. لا 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 المهندس عاصم لم يتطرق الى قضيه الاقباط لا من قريب ولا من بعيد. هو تكلم عن الزند، تكلم عن القضاء، تكلم عن الدعم دكتور محمد مرسي. يعني امور سياسيه بعيده عن الناحيه الفقهيه او لا الملف المسيحي. تمام. فاعتقد ان لا انا مش عايز اقول ان الحريه والعداله والاخوان تبنوا موقف متشدد من الاقباط او تصريحات متشدده. حقيقه يعني انا لم اقف على هذا، هو اعتقد ان ده ليس من نهج الاخوان يعني على العموم. ولكن انا بقول بغض النظر عن الاخوان، انا بقول التيار الاسلامي ككل سواء كان اخوان او جماعه اسلاميه او سلفيين او غيره يجب ان يقوم بدور كبير جدا في تغيير الثقافة المجتمعية. الأحداث الطائفية التي تحدث في مصر ليست من أجل خلاف عقائدي وإنما ثقافة مجتمعية، يعني خصوصا في المناطق النائية والنجوع والقرى يعني يكثر أو يغلب عليها طبع التعصب. حتى ممكن تلاقي مسلم ما بيصليش ولكن يعني نتيجة مثلا مسيحي اعتدى على مش عارف طفلة أو مسيحي كذا، فبتبقى المسائل تعصبية بحتة. ولذلك التيار الإسلامي يجب أن يقوم بدور مجتمعي رائد في تغيير الثقافة المجتمعية ويعلم الناس كيف أن الإسلام يحفظ حقوق الأقباط ويحرم ظلمهم أو التعدي عليهم أو نهب ممتلكاتهم. إحنا الجماعة السامية على فكرة، ودي يمكن أعظم ما في المبادرة، أن لا تتبنى خطاب تلفزيوني أو مؤتمرات صحفية ولا ندوات فقط، لا بتنزل بتحل في الشارع، يعني بتحل مشاكل الأقباط في الشارع. في انا عايز اقول لحضرتك مثلا هناك بعض البلطجيه اعتدوا على ارض لمسيحيين 17 فدان في دير مواسي. الجماعه الاسلاميه استطاعت ان هي فعلا تاخذ هذا الحق وهذه المساحه وتعيدها الى الاقباط. في كثير من محافظات مصر وخصوصا الصعيد تقوم الجماعه الاسلاميه بدور رائد في ده، في احتواء اي فتنه، في عدم تفاقم أي حدث موجود، تواصل مستمر مع الكنيسة في كل المحافظات الموجودة من أجل عدم ظهور أي حدث. وذلك الحمد لله تجد أن الوضع بهذا على مستوى الجماعة الإسلامية. لكن يا دكتور في زي ما ذكر أزمة من الأزمات الدكتور الشام هو توظيف الملف في الصراع السياسي. يعني مثلا بلاك بلوك دول شباب مسيحيين يحاولون كذا، مش عارف حزب المصريين الأحرار معظم المولودين فيه مسيحيين، هل أنت مع الكنيسة؟ خلينا نتكلم بصراحة، هذا ما يقال. الكلام ده ممكن يتعالج إزاي؟ ما هو ده اللي ممكن يثير، يعني يحول المشاكل المجتمعية التي من الممكن أن نصنع عليها أزمة طائفية إلى أزمة طائفية من الأساس. يعني اللي هو الكلام بهذه الصيغة جزء كبير من المبادرة. لو حضرتك قريت المبادرة جزء كبير بيتحدث فيها أو تتحدث المبادرة فيها عن تغيير الخطاب وعدم وجود خطاب تهييجي يثير العصبية بين الأقباط والمسيحيين. يعني ودي يعني معالجة موجودة في المبادرة يعني في الأساس. لكن أنا عايز برضو يعني علشان نبقى صراحة، إذا كنا اتفقنا على الصراحة أيضا، كما أن هناك خطاب يحتاج إلى ترشيد ويحتاج إلى يعني أن يكون هناك خطاب لا يدعو إلى عصبية ولا إلى اقتتال ولا إلى انقسام، أيضا في الطرف الآخر يحتاج إلى ترشيد. يعني بس علشان ما تبقاش المسألة إحنا بناخد طرف واحد بس، أيضا يجب على الكنيسة أن تقوم بدور كما على الإسلاميين أن يقوموا بدور في الترشيد، على الكنيسة أيضا أن تقوم بدور كبير في الترشيد، لأن التصريحات من هنا ومن هنا والمتشددين هنا أيضا وهنا. فلا بد فعلا أننا يعني يبقى في المؤسستين، مؤسسة الأزهر والتيارات الإسلامية والكنيسة، من طرف الآخر أن يقوموا بدور كبير جدا في ترشيد الأفكار وتغيير الخطاب الديني. طيب أستاذ سليمان، يعني هناك بعض الناس يتحدثون أن المصارحة بين الطرفين ليست على المستوى الأمثل. احنا بنتكلم في عقيدة، ليه لا يقبل الآخر عقيدة الأول أو الطرف الآخر؟ يعني إذا كانت عقيدة المسلمين تتحدث عن المسيحيين بالصيغة الفلانية وعقيدة المسيحيين تتحدث عن المسلمين بالصيغة، هناك من المسلمين من يقول إن المسيحي في عقيدتنا كذا، وهناك من المسيحيين من يقول العكس تماما، لماذا لا تعرض الأمور في صراحة واضحة حتى يعني لا يختلف عليها الأجيال
وحين يتحدث بها كل الأطفال أو الشباب أو المجتمع كله تكون في صراحة، ولكن في حدود الاحترام وفي حدود المودة والرحمة والبر. يعني هو أولا الحمد لله ثلاثة اللي قاعدين قدامك دول عاشوا مرحلتين. يعني احنا لسه بنحكي برا مع الدكتور صفوت ان انا والشيخ كرم والشيخ فلا كلنا كنا في مدرسه ابتدائي اعدادي ثانوي خلاص، ويمكن كمان اغلبنا كان يساري، لكن القضيه هي التغير. يعني انا المجتمع اللي حصل ليس هناك مشكله عقديه، بدليل هديك مثلا. طب الشيعة مسلمين خلاص، ان سيبك من المسيحيين خلاص حطهم على جنب. طب الشيعة مسلمين اوكي، هناك خلافات الان مصطنعه حاده جدا. يعني هو احنا اكتشاف دلوقتي هنكتشف الشيعة والسنه. طيب اللي انا عايز اقوله ان انا عايز امسك في الفرص اللي اتكلم فيها الدكتور هشام في نفس المنهج اللي بنتكلم فيه. الدكتور صفوت قال في حاجتين، دوله وطنيه ديمقراطيه وخطاب ديني جديد. اذا سمح لي ان انا اقول له، انا بالنسبه لي كمواطن مصري يدين بالمسيحيه، الفقه المصري بالنسبه لي قضيه امن قوم. ليه؟ لان هذا الفقه المصري العظيم، واقصد انا لا اختلف مع باقي الفقه الاخر، لكن الفقه جاء من اجل رحمه العالم والناس. هذا الفقه المصري العظيم خلانا عشنا 14 قرن مع بعض رغم الخلاف العقيدي، رغم ان احنا عارفين ان في العقيده الاسلاميه عندها وجهه نظر في كذا والمسيحيه في كذا، لكن دائما كنا نبحث عن الفرص اللي بيتكلم عنها دكتور هشام، وهي البحث على الارضيه المشتركه الموجوده في الاثنين. اللي انا عايز اقوله ان لازم نقف قدام النقطه الثانيه بتاعت اللي هي النقطه بتاع الخطاب الجديد. يعني انا هنا لا ابكت احد واحترم الجميع، ولا اتحدث عن عوام من يفتون بغير علم. لما يبقى عندي عالم مش هقول اسمه له وزنه وعالم جليل، وانا ابص على موقعه الاقي 14 فتوى معلنه بالنسبه لي وبالنسبه حتى لو انا وريتهم للدكتور عصام هيعتقد انها تزدري جزء من العقيده او المسيحيين، مش عارف ما توصلش فين، ما توديش فين، ما تعملش ده. ويكافئ هذا العالم بتعيينه صانع للدستور والعقد الاجتماعي الجديد. الا ينقل هذا مخاوف جديه لدى بسطاء المسيحيين؟ طيب الجزء الثاني اللي عايز اقوله للدكتور صفر، نعم اعترف ان هناك في تشدد مسيحي، لكن هو ده رد فعل ولا رد فعل؟ ليه التشدد ده ما ظهرش لا الاربعينات ولا الخمسينات ولا الستينات ولا حتى في السبعينات لما رفعتوا السلاح؟ يعني في لغايه سنه 80 ليه التشدد ده ما ظهرش؟ لما افاجئ بان في قاده في الاسلام السياسي، مش عايز استخدم المصطلح ده، قاده ينسبون انفسهم الى الاسلام، يزدروا ويحرقوا الكتب المقدسه جهارا نهارا وما يباتش غير ليله في السجن خلاص، واطفال. أنا لا أدافع ولا أستطيع أن أدافع عن أحد يهين أي دين سماوي أو حتى وضعي، وأطفال يتعمل لهم محاكمات عاجلة. يعني هنا أنت مش بتطالب بلجنة استماع، هنا الموضوع حقيقة لازم نمد إيدنا كلنا ونتكلم بطريقة الفرص اللي اتكلم بها دكتور هشام، هي نحي الخلاف العقيدي. هذا خلاف يناقش في محافل علمية وآخرته إيه؟ لا أنا هبقى مسلم ولا هو هيبقى مسيحي ولا هنبقى يهود، لكن احنا بندول دولة وطنية ديمقراطية. فمربط الفرس هنا الخطابات المضطربة التي تصدر من شخصيات ذات يعني شخصيات اعتبارية يا اخوان. طيب استاذ هشام، يعني يعني احنا بنسمع بعض الناس بتتكلم يستنكرها العوام من سواء من المسلمين او المسيحيين. يعني مثلا يجي بعض المسيحيين يقولوا لا ان في بعض الايات القرآنية بتحض على الكراهية مع المسيحيين، في حين انه بينظر اليها المسلمين انها ايات قرانيه، لا يمكن ما تتكلمش عن عقيدتي، انا حر في عقيدتي، يعني بعتبرها ده يعني حق من حقوقه العقديه التي لا يمكن المساس بها. على الجانب الاخر برضو المسيحيين فيهم ده المصارحه في العقيده لوضع النقاط على الحروف. يعني ما تحدث بعض علماء المسلمين في مصر قالوا انا عندنا المسيحيين في العقيده كذا كذا، ولكن في حدود الموده والرحمه وحفظ الأمن، وأنه له حقوق عندي مثله مثل أخي المسلم، لكن هناك بعض المحددات لذلك. هو خلينا بس نتفق على حاجة أساسية، أنه العقائد الحقيقة هي مطلقات عند كل طرف وبالتالي بتخضع لمسألة الإيمان يعني. طيب. وليست محل نقاش بأي حال من الأحوال، لكن في الأوطان
ليس مدخل العيش الواحد صح التعبير هو مرتبط بمسألة العقائد، وإنما بأنه احنا متنوعين ومختلفين ولكن نستطيع أن نعيش، أن نتعايش. مش عاوز نتعايش، أصلا نتعايش ده لفظ مرتبط بالإيدز بالمناسبة يعني. لكن عندنا مداخل أساسية يمكن أن نبنيها سوية. وأنا متصور أن احنا محتاجين الحقيقة ننتقل عبر هذه يعني، وإحنا بعد الثورة الحقيقة ننطلق من مجموعة من أيضا المداخل الأساسية المتعلقة بمثل هذا الأمر. المدخل الأول أنا متصور أن احنا محتاجين ننطلق من قيم الثورة المصرية، ثورة 25 يعني، هي قيم عظيمة الحقيقة احنا بتبددها، اللي بتتكلم على العيش المشترك، بتتكلم على المواطنة، بتتكلم على العيش، على المواطنة، على العدالة، ودي قيم أساسية أتصور أنها تمثل مداخل مهمة بالغة الأهمية. النقطة الثانية اللي أتصور أنها مهمة وده محتاجين حقيقة ننتقل من أطروحة العيش الواحد إلى أطروحة أنا بسميها أطروحة الكتلة التاريخية، بمعنى أن التحيزات الآن أو الانقسامات والاستقطابات تقوم على معايير جديدة. أنا من وجهة نظري تقوم على معيار متعلق بتفكيك بنية الاستبداد، ده معيار مهم جدا، متعلق بالتوجهات الاقتصادية والاجتماعية اللي في قلبها لازم يكون مسألة العدالة الاجتماعية، يقوم على فكرة الاستقلال الوطني بأضلاعه الثلاثة كما تعلمناه من أستاذنا المستشار طارق البشي، الاستقلال الثقافي والاستقلال الاقتصادي والاستقلال السياسي. هنا احنا بننتقل من أطروحة العيش الواحد إلى أطروحة الكتلة التاريخية. هنا بننشأ كتلة تاريخية عندها تحيزات تجاه ما يمكن أن نطلق عليه مشروع وطني بينحاز إليه كتلة أساسية بغض النظر عن التنوعات في داخل هذه الكتلة، فده مدخل مهم جدا. النقطة الأخرى التي يجب أن ألتقطها من كلام الدكتور صفوت وأيضا الدكتور سليمان هي مسألة بالغة الأهمية، أنه الخطابات الإسلامية والمسيحية ليست شأنا تخص أتباع كل دين، هذا شأن وطني يجب أن ننشغل به جميعا لنسترد ما أطلق عليه الأستاذ سليمان الفقه المصري. كلنا ده شأن وطني يعني قصدي اذا وجدنا خطابات، لا شأن وطني بمعنى يعني انه مش هيئه مثلا الخطابات، لا الخطابات المسيحيه لازم تناقش اللي اشار اليها دكتور صف، خطابات المسيحيه اذا كان هناك خطابات متعلقه بالعزله وليس الاندماج لازم تناقش. اذا عندنا خطابات ايضا موجوده في الخطابات الاسلاميه بتحمل شكل من اشكال الاضطراب في تحديد علاقه وضع المسيحيين في هذه الاوطان، ايضا يجب ان تناقش وتناقش بجديه، وزي ما بقول تناقش من كافه الاطراف، مش هي قاصره على المسلمين فقط. انا بقول هذا شان وطني لانه يتعلق ببناء الاوطان وليس فانا بس مساله العقائد هتظل العقائد مختلفه ومحل يعني احترام وتقدير عند اتباع كل دين ولا يمكن ان تناقشها باي حال من الاحوال، لكن يجب ان نتناقش فيما يتعلق بالاوضاع الحاليه والواقعيه. وهنا الملاحظة الأساسية على فكرة بالمناسبة، معظم التوترات الدينية بتنشأ في مصر من مدخل مدني على فكرة، مش مدخل دين. بتدخل زي ما قال الدكتور صفا يعني هي بتنشأ بمدخل مدني ثم تتحول إلى توظيف واستخدام للمسألة الدينية في هذا الإطار. يجب أن نلتقط أيضا أنه الأماكن التي يحدث فيها توتر هي أماكن محرومة تنموية، يعني قصدي ولا فيها خدمات ولا فيها تنمية ولا فيها وظائف عمل ولا فيها، يجب أن احنا نلتقط. وبالتالي المدخل التنموي مدخل بالغ الأهمية فيما يتعلق بمعالجة المشاكل الطائفية. أيضا عندنا مشكلة ثقافية موجودة، يعني قصدي مش ثقافية حتى متعلقة بقبول فكرة التنوع. احنا مش عاوز اقول التنوع في داخل أتباع كل دين بل في داخل الفصائل السياسية المختلف، احنا بنجد تنظيمات وهي بنيت على نسق واحد فكري، الحياة مش قادرة تدير التنوع داخلها، لابد ان هي تخرج بعض الاطراف من داخلها باشكال وصيغ مختلفة. فاحنا عندنا مشكلة في ادارة التنوع ليس متعلقة بالعلاقات الاسلامية المسيحية فقط، وانما في مجمل ادارة التنوع في المجتمع المصري. واحنا الحقيقة دي من ضمن، انا مصور من ضمن الاكتشافات بتاع الثورة المصرية، ان احنا متنوعين اكثر مما كنا نتخيل، وكان النظام بتسلطه ربما احنا ايضا كنخبة بجهلنا بواقع مجتمعاتنا مش شايفين هذا التنوع. احنا وهذا التنوع يعني من الممكن يعني ان يكون ايجابيا بدل ان يكون عبء على يعني المجتمع المدني. وبالتالي المساله الان هي ملف متعلق باداره التنوع بشكل حقيقي في داخل المجتمع وليس في اطار العلاقات الاسلاميه المسيحيه فقط. طب ما احنا عندنا سينا شكل من اشكال التنوع، النوبه شكل من اشكال التنوع الموجود، عندنا بنكتشف ان احنا عندنا 8 مليون ينتموا الى القبائل العربيه على مستوى القطر المصري.
طب يعني قصدي اشكال وسائل التنوع في عده الاف امازيغ يعني منك. طيب دكتور صفت، ايه الاجراءات العمليه اللي هتعملوها بعد هذا المؤتمر؟ لا، هو اول اساس يعني احنا بنقول لابد من التواصل عن طريق لجان استماع. الحزب الحمد لله استطاع نظر أهمية الملف أو القضية ينشئ مركز دراسات خاص بالملف القبطي أو قسم منه كبير خاص بإدارة الملف القبطي، لأن احنا فعلا احنا زي ما قال الدكتور هشام المسألة مسألة خطيرة يعني تخص الأمن القومي المصري، فلابد أن توضع في الاعتبار لدى الدولة ولدى ايضا منظمات المجتمع المدني ولدى القوى السياسيه. انشانا قسم كبير ومهتم بهذا الملف القبطي، بيقوم على جمع المعلومات، بيقوم على التواصل، بيقوم على دراسات تحليليه للمشاكل، بيقوم على الاستماع، وعملنا يمكن شبكه كبيره على مستوى الجمهوريه. عايز اقول ان اصبح في كل محافظه أعضاء مختصين بمثل هذه المشاكل بيغذوا المركز الرئيسي بهذا. أيضا لابد، ودي مهمة جدا، أتمنى يعني أتمنى على يعني الكنيسة المصرية أن تراعي هذا، يكون في لجان استماع لسماع مشاكل الأقباط العالقة بكل حرية وبكل صراحة. لجان استماع يمكن أن يتبناها الحزب سواء في يعني تواصلاته مع الحكومة المصرية مع الدولة أو في مجلس الشورى أو مجلس النواب يعني القادم بإذن الله. يعني راعينا أن هذا ملف خطير وحساس، ولابد أن يكون في الحزب شبكة خاصة أو مختصين أو خبراء في هذا الملف على مستوى يعني. لكن دكتور، من الممكن أن يعني يستحضر الناس تجربة المجالس العرفية التي تعالج مؤقتا، مش مجالس عرفية ولا تعالج بشكل كبير، بيقعدوا يستمعوا أنت مشكلتك إيه وحلوها كده ودي، وبعد كده ترجع المشكلة تاني من جديد في منطقة أخرى. والله أنا بس مش عايز يعني، أنا عايز أقول أن ده برضو دور مهم، دور مهم أن أنا يعني أتنبأ أن في مشكلة هتحدث في مكان ما وأسارع إليها حتى لا تحدث مشكلة. ده مهم، مهم جدا ان لما تحدث مشكله ما تتفاقمش وتزيد، مهم ان انا اكون متواجد في وقت الحدث نفسه علشان، فده جزء كبير يعني. انا مش عايز اهون من هذا، مش عايز اهون اقول الجلسات العرفيه ما دي مهمه في حينها. لما يعني امنع مشكله قبل ان تولد، لما احتوي يعني موقف كبير ممكن ان يشتعل، ده مهم جدا جدا. مش معنى ده ان انا لا اطبق العداله ولا أطبق القانون ولا أطالب بعقوبات رادعة ضد كل من يرتكب جريمة أو مخالفة، دي مش ضد ده أبدا، وإنما من المفروض أنك أنت بتحل على أرض الواقع أي مشكلة، ثم بعد ذلك يعني تدع الدولة تقوم بدورها الكبير في ده. نتمنى لكم التوفيق دكتور صفت عبد الغني رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، شكرا جزيلا. الأستاذ هشام جعفر الكاتب والباحث في الشؤون السياسية، الأستاذ سليمان شفيق الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لكم. أشكركم مشاهدينا الأعزاء، بعد الفاصل موجز لأهم وآخر الأخبار، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.